هلو حبايبنا الكرام، كيفكم؟ شنو بخير ان شاء الله؟ كيش تمام؟ جيناكم بمقطع جديد. ياب حبايبنا البربر يا ستير، مثل ما انتم شايفين حبايبنا البربر اليوم شباب نزلت عجلة البربر. الصراحه شباب يعني هالعجلة معلم غريبه عجيبه يعني حبيبي والله، فهمتوا علي كيف؟ بس ولكن شباب قبل بلش مقطع يا ستير، لا تنسوا تصلوا على الحبيب محمد عليه الصلاه والسلام على الناس، ولا تنسوا باللايكات والشيرات وفعل الجرس، فعل الجرس واشتركوا لانه حبيبي والله. اوكي شو صار؟ شو عم يصيرون؟ طول بالك يا اخي، ما عملت شيء لسه، ما عملت شيء يا شباب، طول بالكم. اوكي طبعا شباب، هذه العجله فيها اثنين من البرابرة معلم، بس ولكن طول بالك يا شباب، ما في شيء، طول بالك كيف راح نشوف الوضع هذا. اوكي هون عندنا شباب، عندنا لفه واحده، خلينا نجرب لفه واحده معلم، شو راح يصير معنا هون؟ نعمل تاكيد لنشوف. ايوه لما اذا توصل هون، اذا تجي لهون يعني نربح فيها. اوكي اذا نلت... اوكي 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 اوكي، خلينا نعمل خمس لفات لنشوف حبايبنا شو راح يصير. اوكي قول لي بيض ول شو؟ ايوه حبايبنا، يعني لازم اذا العجل لازم. اوكي طبعا نعمل خمس لفات شباب، يعني المكان اللي بروح عليه ما... يا الله والله ما نشوف راح يرجع. اوكي هات شوف حظنا عليه بهالعجله، ليتس جو، روحي جميل، نفس المكان عطاني. يلا بس هون اكيد 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 والله ما اعرف شو طلع لي معلم، ما يفهم شيء شو عم بيصير هون. اوكي بس شوف الميوزك معلم، ميوزك اللعبه شوف. ايوه معلم حركات هون معلم، نفس المكان عم بيطلع. يلا نفس حبيبي والله معلم، فكنا هات نكمل يا شباب. يا اخي والله شاب الظاهر معلم، ما شوف حظي بالعجله معلم، اقسم بالله. اوكي بس ما ادري في شاب، يعني اذا بروح على المكان الموجود ما بيعطونا البربر هذا معلم. صوري شوي، خلينا نشوف شو مكتوب معلم. تتكون عجله بالدائره الخارجيه والدائره الخارجيه، عند اللف يمكن الحصول على فقط على نص الدائره الخارجيه وما ذلك القناه تربح احد اوكي يمكن الحصول على كل عناصر الدائره الداخليه من البرب مره واحده فقط. حلو، يمكن الحصول على العناصر بالدائره الخارجيه بشكل متكرر شباب، مش راح تلعب على ستارس. اوكي فهمنا معلم، فهمنا معلم. اوكي هاي هذا نشوف معلم، هذا نشوف شباب. يا اخي مشكله معلم بصراحه، ما بعرف يا اخي كيف راح يطلع الشكل الافكت لما يطلع البربر، يطلع لنا البربر. بس والله حبيبي والله معلم العجله، يلا يا طير يا قبيله، ويلي تسوي. خلينا نعمل تخطي هون معلم، نشوف شو راح يطلع لنا هون. اوكي بيض، الحظ بيض معلم، الحظ بيض. يا سلام يا اخي، يلا اضرب روح، وبا يا سلام عليك. طبعا هذا شباب، ما جربتونا الصراحه، تمام راح نجربه مع بعض بعد شوي. اوكي هيك بقول جبنا الثاني، يلا بلاش بهمنا يا زلمه من هذا الضرر معدل الاخضر. يا هذا الشدقه معلم، يلا طيف روح كمل. انا صراحه عملت غدا شباب طلع لي انا معلم، هذا شوف يا اخي بيض، يا اخي بربك على الشدقه هذا معلم. لا 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 يا سلام عليك، وهيك جبنا الشدقة هذا شباب، انفجار الحارق. تعال نشوف، يلا يا عجلة بشوفك على خير. صراحة ما بعرف ما اعرف كم جوهرة انفقت، تقريبا يمكن شيء اقل من 2000 جوهرة شباب على حسب اللي شفته يعني. اوكي خلينا نروح على الارمر معلم، نجي لهون. طبعا شباب هذا الشدقة شباب، ما نزلت لكم مقطع تسريب عن هذا الشدقن، تمام. اوكي هذول يا اساطير. بلوز معلم، هذا الشوتجن شي بلوز. اوكي شباب مثل ما انتم شايفين حبايبنا، رح نعمل شويه مقارنه سريعه شباب بين الشوتجنات الموجوده باللعبه، تمام. طبعا شباب انا عندي كل الشوتجنات، تمام حبايبنا. خلينا نشوف عندنا هذا شباب، هذا فيه الدقه وعدد التحميل، وهذا هذا معلم حبيبي والله انسى، هذا فيه مدى شباب والفيتس تبع سرعه الحركه، تمام. بس ولكن يعني لما تعمل ريشارجينج معلم بيض. اوكي اللي بعده هذا فيه السرعه وسيو سرعه معلم، بس ولكن الدقه ما فيه، سرعه الحركه فيه، لا سرعه الترقيم يعني وشارج. اوكي عندنا هنا شباب، هذا اول شوت جن فيه دمج ودقه، بس ولكن هذا تبعه بيض. عندنا هذا شباب، هذا فيه معلم سرعه يعني فيه ثواني، هذا فيه معلم اعاده تحميل يعني سريع، بس ولكن الدقه تعبانه، بس ولكن بيخترق الدرور معلم. يعني هذا بربر، هذا بهذا هذا ببربر
وببربر درعك كمان بنفس الوقت معلم. لا ببربر معلم درعك بيطير حبيب والله. اوكي عندنا هذا الشاب اللي بنعرفه شاب هذول. ليش بقول دائما هل السمات من اقوى يعني السمات لما يكون فيه دمج وبسرعه شيء باللوس. اوكي مثل ما انتم شايفين مثل عندنا مثلا هون لما نروح على الاسلحه مثل عندنا هذا الايكي مثلا دمج وسرعه هذول يعتبروا من اقوى الاسلحه. مثلا خلينا نقول الام 4 معلم ولا هذا فيه سرعه هذا ولا السكار شايفين معلم مثل سكار تايتن فهمت على كيف دائما السرعه هذول يعتبروا دائما من الاسلحه يعني البلوز معلم. اوكي نرجع لهون شباب شوف هذا الثاني عندنا هذا شايف فيه السرعه والمدى تمام يعني مثل ما انتم شايفين شباب ما في ولا شغل نفس السمات يعني كله ما في حد يعني حبيب والله. عندنا هذا فيه دمج وسرعه التحميل وعندنا هذا هذول الوحيدين لا والله هذول في اختلاف بيناتهم بين الدقه وهذا بيعتمد على خفه يعني بطيء بالله. اوكي المهم شباب خلينا ندخل نجرب هذا الشباب نشوف شو وضعه تمام. اوكي نشوف الاوضاع البربره معلم شو اوضاع البربره ليتس جو ليتس جو يا ستير خلينا نشوف وضع هالبربره معلم كيف الامور. يلا نبربر على الصبح معلم ايه تمانو ليتس جو هات لشوف تعال هون وينو هاي وين البربر هات لشوف لا طلع لك تعال هون حبيب والله السلام عليك. طبعا شباب كشكل فضي مع فضي يعني 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 حبيبي والله اللوس روح خلينا ندخل شباب نشوف الاوضاع البربره معلم نشوف هذا الشريط هذا معنا هذا ما جربته شباب المقاطع اللي فاتت ما نزلت لكم التسريبات تبعه هذا ما جربته نشوف معلم هذا نشوف اوكي 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 طول بالك معلم هاي لازم نصحصح من الصبح نصحصح من الصبح معلم طول بالك تعال هون او ماي جاد اوبا يا اخي والله هذا معلمك يا اخي بربر يا اخي البربر باللوز معلم البربر هذا والله ماشي معلم هذا لانه شو هذا لانه السمات تبعته يعني عاديه يعني فهمتوا على كيف؟ كم يطول كم يطول خلينا نشوف كم يطول شباب نضرب بربر يعني سوينا نعمل رشه دي واحد ثاني واحد معلم بيعبي ثاني واحد بيعبي شباب والله هذا الشاب هذا للرومات الاربعه ضربه لما يكون ضرب معلم ممكن يكون حلو ايش مثلا نعمل فايت هيك مثلا نعمل ريشارجي ويشتغل على السريع شوف 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 يعني تضغط تضرب تحت تضرب ضرب ضرب معلم والله اوكي ماشي حاله هذا معلم لا 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 ثواني معلم ثواني معلم غير روح نجيب الثاني روح لا يا شباب حبايبنا ندخل الان على اللعبه ونشوف السلاح الثاني للبربر يب السلاح الثاني للبربر يا ستير خلينا ندخل لهون نجي لهون نجي لهون نجي لهون نجي لهون نجي لهون وين البربر هذا هو نجرب هذا شباب اللي فيه الدمج زائد سرعه بس ولكن قله الحركه هذا عادي ما بيأثر خلينا نشوف على التدريب مره ثانيه نشوف الاوضاع الشباب كيف لوز لوز هات شوف هات شوف يلا ندخل على التدريب يا جميل نجي لهون نجي على البربر جرب معلم طبعا انا هذا البربر جربته هذا الشباب من قبل بس ولكن معلم يعني الان معلم سيرفر مين معلم غير يا اخي سيرفر بحساب يا اخي يعني غير يلا تلا شوف على الكواكب يا اخي كواكب يا اخي كواكب اللوز هات لا شوف هات شوف معلم مع شباب يعني ماني صح صح كثير معلم يعني حبيب والله نشوف ان شاء الله يمشي الحال هات لا شوف اوكي طبعا هذا بضرب نعمل ريشارجي يعني خلينا نقول هذا الثانيه ونص هذاك يعني خلينا نقول معلم فرق بيناتهم يعني ثانية فرق بيناتهم سوا شوي نعمل ليه طول بالك نعمل روني واحد ثانيتين يعني تعتبر يعني يعتبر خلينا نقول معلم تقريبا ثانية ونص ثانيتين فهمت علي كيف اوكي خلينا نشوف هذا معلم كيف وضعه هذا ابو الكواكب يا لطيف شوف شكله شو عم يعمل هذا ويلي 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 على البربر حبيبي والله تعال 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 ابلع ولك يا سلام قولي بارو هلو بارو بارو هلو بي يا سلام عليك يا سلام ستح وين البربر في واحد وراي واحد والله عرفت انه في واحد وراي يا زلمه اقسم بالله عرفت انه في واحد وراي خرب بيت سنتك تعال 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 نبربر على الصبح تعالوا تعالوا نبربر شوي في ول 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 حشيش بعدين بتزيد معلك بس عملنا زي ما هي او ماي جاد على النار على النار على النار وشرار 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 الله الله عليك بعدك بعدك وينهم؟ شباب انا فايق معلم متحمس حبيبي والله يا اخي حبيبي والله حبيبي والله
حبيبي والله. لا 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 شو هتبقى عليك هذا شو جاب عليك وهرب 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 ابلع هيك ابلع. ويلي 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 شو عمل فيه معلم. قل 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 قتلته يلا قتلته قتلته قتلته. اوه ماي جاد شباب يا لطيف يا لطيف بالله شيء مو طبيعي. اوكي حبيبي كرم خلص بكفي لليوم يا اساطير الصراحه يعني بعرف شو داخلكم بصراحه يعني يعني شباب البربر يعني الصراحه شباب بسكين وبدون سكين يا اخي سلاح اسطوري معلم. سو حبايبي الكرام الله يسعدكم يا رب. هيك بكون تمام مقطعنا اليوم يا اساطير ان شاء الله عجبكم المقطع. لا تنسونا باللايكات وشيرات وبارتنرات الشباب وكل الاشياء الاسطوري. طبعا شباب نزلت لكم مقطع قبل هذا المقطع مقطع اسطوري الشباب يعني محتوى غير شاب بس يعني بدعيكم تروحوا تشوفوه شباب يعني زمان شفتم عليهم راح تندم. اوكي روح شوفوا الشباب اشي باللود حبيبي والله بشوفكم على خير. سلام عليكم تاو.